بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة؟ نشوف انكم طيب. حلو الرأي ذي. كرهت كلاش الريال. طيب هذه راية زينة. حلو. أنا والله كلها ما تستاهل يعني صراحة، وتضيع جواهرك وبعدين تجي رايات أفضل وتتحسر. الآن شوف كيف رمت فرقات مطورة ذي، مرة قلق. ميني بيكا، ميجا نايت، ساحرة، نشوف كيف استلها. الفكرة هذا مصري واللي قبله مصري. مستوى 12 حسابه، تتفاجأ ان كل بطايقه مستوى 14. الصياد صاير قوي يتحمل السم، فممكن يكون ممتاز يعني. إذا بتلعب بتشكيلتك، ممكن أنا أرجع بتشكيلتي. شوف كيف، شوف الإجرام. برابرة، ميجنايت، نيبيكا. أنا خلاص صادني، صاد السياف. الحين بيلعب الساحرة مثلا. مع رمت الفرقعات المطورة ذي، أقسم بالله تنوع بالإجرام غير عادي. ما أدري كيف فزت عليها. الهجمة الأخيرة فرقت معانا، لأن الأبراج جالسة تضرب البيكا والخنزير جاء من يعني بعيد عن ضرب الأبراج، ففرقت معاي. الحين بنشوف. يلا بسم الله. أبو عمر اليمني، مرحبا. حاول تكون لطيف. طيب لا تقول يا صار، والله كنت حاس، والله كنت حاس. حاول ولا قوة إلا بالله. الله ياخذ، والله يطلع أبوها لعبة. بس حسبنا الله ونعم الوكيل على كذا لعبة.
ايش ذا؟ بس اسبلات وفرن واللعبة زبالة. مدري ليش كذا كل اللاعبين مستلهنين زي كذا، حتى انت يا ابو عمر اليمني. وش ذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بس شايفين ايش ذا؟ اعصار جذع. برق عادي. يلا الله ياخذك يا شيخ. الله يلعن ابوك اذا يا شيخ يلعن ابو اللعبه ذي. وش ذا الحيونه؟ وش ذا الحيونه؟ وش ذا القرف؟ كفو يا القاضي، فرقت معانا. أعوذ بالله. بس ما أظن أن عنده بطاقة ثانية يعني غير اللي شفناه. والله العظيم استهبال. ايش ذا؟ كل هذه سبلات. تفرق معانا حتى الأسهم الآن. والله تو ماتش. اقسم بالله تو ماتش. من اول مباراة كذا. والله العظيم ان اللعبة معفنة كذا يعني. يا شيخ ايش ذا العفن؟ ايش ذا اللعبة الزبالة؟ ايش الناس المعفنين ذولا؟ وش الأمراض النفسية اللي فيهم ذولا؟ وش اللعبة اللي فيها كل هذا، كل هذه العقد؟ وال
شو هذا؟ اقسم بالله قرف، والله قرف، والله قرف. نجي لك بيكا وفرن وبرق، وش ذا؟ والله خير خير خير. ليش كذا كل مباراة لازم تعذيب زي كذا؟ والأسوأ أنه يكون كل هذه المضادات وناس ما يلعب طاقة هجومية ولا شيء، بس كذا يقرفون العالم بخططهم. لا بيكا برق، الآن جاينا بيكا سبام بعد، يا الله. ليش هذا التعذيب اللي قاعد أشوفه من هذه اللعبة الزفت؟ أنا لازم أطنش الشبح الآن، الله أعلم. أنتم من بيكا الله يستر ليكون ميجا نايت أو شيء، الله يعين، الله يعين. بس وضع خرنقش، مرة خرنقش. قاعد يكب من هنا وهنا، الكلب قاعد يرمي بطايق ولا يهتم. حيوانات والله حيوانات. الله ياخذهم، بس ياخذ ابوها لعبه. قهرني 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 ذا حركة الميني بيك هذي. لازم نفهم نتحدى. قهر ابلع ابلع ابلع. كلب كلب كلاب كلاب كلاب، بس محترم. اعوذ بالله، بس اعوذ بالله اعوذ بالله. لعبة تعذيب، كل ما فيها تعذيب. حتى الناس، حتى نفسهم، الناس نفسهم يبغون يعذبون الباقين، ما أدري ليش كذا. وأنا متحسف إني اشتريت راية المدري إيش اسمها هذه، لأنه بس الحمد لله مشت ما تحمست وشريت راية الثانية. يلا نعوض 200 جوهرة. 7601. أم اللي تو ذا اليمني، والله ما ينفع كذا. إيش هذا؟ قبيلة مكسيكية زيي بحساب الثالث، بس والله تشكيلتهم معفنة معفنة معفنة. وحلو، أنا أفكر يعني أسوي زيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفوز يجيلك مبنى، هذه القاعدة بهذه اللعبة.
يعني تشكيلات العفن هذه نشوف يعني الحل مع الميجنايت هذا. مشكلة طبعا المدفع والميجنايت أيضا صعب يعني، إذا كنت شوف كيف يا الله بس. إذا كنت تلعب خنزير أكيد الميجنايت بيكون صعب. يا رب بس يا شينو يا شينو يا شينو الله ياخذه. نشوف نشوف اخرتها مع ذا الخصم وهذا العفن. شو الكلب مره يمين مره يسار المعفن ذا خنزير. والله العظيم اقسم بالله تعذيب لعبة عفن في عفن. حتى الناس اللي فيها المجتمع اللي فيها سيء سيء لاعبين سيئين وزبالة لأبعد حد. مرة من هنا مرة من هنا الكلب. ذبحني ذبحني الوسخ ما له حل الكلب ذا. الله ياخذك يا شيخ الله ياخذك. حيوان حقيرين حقيرين كلاب، اهم شيء لا يفوزوا بس. مره من هنا ومره من هنا بس تعذيب بس تعذيب. اسكت يا زق. والله العظيم انها لعبه خرا ولاعبين خرا لاعبين خرا لاعبين معفنين زي كذا خربوا خربوا ابو اللعبه على زياده على الخراب اللي فيها. اعوذ بالله اعوذ بالله بس اعوذ بالله اعوذ بالله. يعني ما يجون الا بافكار تخريبيه زي كذا وزباله. خلت الأجواء كلها زبالة.
آخر مباراة أنا إيش ألعب؟ إيش ألعب؟ إيش تبغاني ألعب؟ يا الله بس أسوأ شيء بهذه اللعبة تكرار الخصوم هذا اللي قاعد أشوفه. شيء مو طبيعي كذا التطفيش. إيش هذا؟ نفسه بالضبط ولا إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. حلو. قنبلة شوي بعيدة. أوف والله العظيم تعذيب. والله تعذيب اللعبة. والله تعذيب. وأنا خايف تكون رامية مفرقعات مطورة بعد تكمل الأمر. هذا حلو. أعوذ بالله. الحمد لله صدته. أعوذ بالله. إيش ذا؟ أمير هيكل ميني بيكا. أبو الرعب ذا. أبو جو الرعب ذا اللي كل مباراة. ليش كذا اللعبة صايرة مرة 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 أوفر؟ يعني أوفر أوفر تعذيب. أوفر أوفر توتر. لو أخذت الثلاث أبراج كم نقطة كم كاس أطلع؟ ما أدري. شوف ودي أرجع سترى 7600. حلو. حلو. رامي تفرقعت ما كانت تطورة. على العموم اللعبة مرة تعذيب مرة تعذيب زي كذا. إلا لازم التوتر. إلا لازم الاستفزازات والقهر في كل مباراة. والخصوم كذا اللي يجونك يعني مع خطط قصدها الترويع والقهر. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله لعبنا شوي انبسطنا شوي بهذه الدقائق. 4 مباريات لهذا اليوم اعتقد كافي كذا لين العصر او المساء. انا قاعد العب اول الصبح بعد الفجر. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة كذا اللعبة ما تنفع والله.